نروح نشتق المعادلة عشان أجاوبك على سؤالك بشكل أوضح. شوف إحنا شو بنقول. العادة في دوائر الدي سي، في الدي سي سيركلز والدي سي موتورز بهمني في أفرج. والسبب ليش؟ لأنه أنا في النهاية في الدي سي سيركلز راح يكون عندي هاي سورس، هاي الفي إنبوت as a function of time. هذا الفي إنبوت أنا راح أحطه على دائرة هون أو على لود. لود شو ما كان يكون بغض النظر إيش في داخل هذا البلاك بوكس. أنا حطيت هون الأفرج، أخذت الأفرج فولتج في أفرج لهذا الإنبوت. نلاحظ هذا لما باخذ أفرج، هذا راح يكون مكون من AC و DC مضبوط. يعني خليني أحط إشي عجيب، راح أحط شكله عجيب من هون. هاي periodic waveform مضبوط، وأنا تعمدت إن أحط شكل عجيب مش sinusoid إيش ما كان يكون هذا الشكل من هون. هاي من إيش مكونة؟ تمام. إذا هاي مكونة هذه تساوي الدي سي فولتج هون في أفرج معين لهاي الويف فورم مضبوط؟ هذا اللي هو بيور دي سي. والاي سي اللي هو هذا اللي موجود راح اخذه، والافرج تبعه لازم يكون زيرو. فهذا راح احطه هون حسب طبعا كيف الحسابات تبعتك كيف بتطلع وين الافرج تبعه. هذا الافرج تبعه زيرو يساوي زيرو. صف هذا اي سي، هذا عباره عن فاندمنتال وهارمونكس. راح يكون له فاندمنتال وهارمونكس، يعني راح يكون عندي اف 1 وبعدين راح يكون عندي مثلا 2 اف 1 3 اف 1 حسب هاي. بس الدي سي في هذا زيرو، والدي سي كله صار موجود هون في له قيمه معينه اللي هي في افرج مضبوط. هلا هاي بدائره الدي سي اللي موجوده هون راح يختفي عندي اثر هذا، يعني اثر هذا على اللود راح يختفي. يعني الكرنت اللي راح هذا الفولتج جزئين، الجزء هذا هلا هذا مش بقدر اعمله بالسوبر بوزيشن، اذا اعتبرت السيستم لينير مش بقدر اعالج هذول الاثنين لحال، كل واحد لحال. هذا بقسمه وبهمني هون راح يصير عندي، راح يطلع عندي كرنت هون اي دي سي. هلا هذا الاي دي سي بيساوي الفي افريج في انبوت افريج على ار مثلا. يعني ما في مشكله لو كان اللود دي سي ماشي. دي سي موتور، هو دي سي موتور راح يصير هلا عندي الدي سي موتور الموديل تبع هذا الدي سي. اذا هذا دي سي موتور راح يصير عندي الموديل زي هيك L و R DC. وهون رح يكون في عندي زي DC source اللي هو ايش بعتمد هذا؟ هذا اسمه الباك اي ام اف مضبوط؟ الباك فهذا DC. هاي الدائرة لو جيت تعالجها انت من الDC from a DC point of view هذا بصير عندي short circuit مضبوط؟ صفى عندي R، صفت V input minus V back اي ام اف على R. فأنا هون بالنهاية اللي بهمني اللي بيطلع معي اللي بأثر اللي بعطيني الكرنت رح يكون هو الـ IDC، ورح أفترض إنه الـ IAC تقريبا بيساوي 0. ولذلك في كل دوائر الدي سي لما بنيجي لما انت بتروح تشتري دي سي موتور راح يقول لك هذا الفي افرج، حتى لو ما قال لو قال الفي ارمتشر هالقد معناه بيحكي عن في افرج. يعني لو الويف فورم فيها ريبل من هون بهمل الاي سي كومبوننت وبهمني الدي سي كومبوننت تبعه، فلذلك بنشتغل. فلما بنشتغل في دوائر الاي سي بايش بنشتغل؟ في ار ام اس. عاده كقاعده عامه بنشتغل من ناحيه في ار ام اس، وهون بنشتغل في اذا اللي بهمني في الدي سي سيركتس الفي افرج الافرج فاليو. وزي ما شفتوا في كثير حالات راح اعتبر انه هذا هيفلي اندكتيف لود، لاني اعتبرته هيفلي اندكتيف لود شو صار بهذا الاثر الكرنت اللي جاي من هذا الفولتج اللي هون اعتبرته انه زيرو. يعني اللي اعطاني التور واللي عمل كل الاشياء هاي في هذا المحرك الدي سي مين؟ اي كرنت؟ اي دي سي او اي 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 سي. من هون راح يكون مهمل، يعني راح اعتبر انه قيمته اصلا راح تكون صغير. الكرنت راح ياثر فيه لانه كمان شوف انت كل ما زادت الهارمونيك ايش عم بيصير؟ الامبيدنس راح تقل كمان مضبوط؟ يعني كل ما رفعت الهارمونيك الامبيدنس لو هذا كان عباره عن اندكتر وريزيستر ودي سي، الامبيدنس تبعت هذا الاندكتر شو بيصير فيها لما يزيد الفريكونسي بالهارمونيكس الاعلى؟ بتزيد. لما عندي انا هون اكس تبعت مثلا 2 واكس 3 واكس 4 هذول راح يساووا 2 2 باي اف 1 في 2 مضبوط؟ في ال 2 باي اف اف 1 في 3 في ال وهكذا، فالامبيدنس عمالها بتزيد فلسه اثر الهارمونكس الاعلى كمان راح يختفي. فاحنا بشكل عام لما بنشتغل في الدي سي سيركتس عمالي بفترض انه بيهمني الفي افريج، اذا راح يعطيني اي افريج من هون بهمل الاي سي كومبوننت اللي موجود هون. انا اصلا بتمنى لو هذا الدي سي ما يكونش في ريبل اصلا مضبوط، بس احنا في الواقع لما بطلع مع الريكتيفاير شفتوا الريبل اللي موجود هذا الريبل اللي موجود هون. اذا هاي اول خطوه. هلا الخطوه الثانيه بدنا نشتق